أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي، طلاب الصف 11. هذا هو الأسبوع 13. في هذا الفيديو سنسلط الضوء على أهم الموضوعات والمحاور التي سنقوم بقراءتها ودراستها ومناقشتها خلال هذا الأسبوع. كونوا معي. نحن نعلم أن لنا حصة واحدة في هذا الأسبوع. سنسلط الضوء على أمر مهم وهو المصدر الصريح. دعونا بداية نسأل أنفسنا عندما نقول صبر، هذا فعل، يصبر أيضا فعل، اصبر فعل. كنا قد تعلمنا أن الفعل هو حدث مقترن بزمن. عندما أقول صبر المؤمن على الشدة، صبر هنا فعل ماض، لم أحتاج أن أقول ماض في الزمن الماضي. بمجرد كلمة صبر وحدها، صبر عفوا، هي تعطينا دلالة زمنية وحدث، على عكس المصدر الصريح، هو اسم يدل على حدث دون زمن. عندما نقول غير مقترن بزمن، نعني بذلك أي أنه لا دلالة زمنية له. وعندما نريد أن ندرس المصدر، لابد من دراسته للأفعال الثلاثية، منها ما هو قياسي أي أن له وزن، ومنها ما لا يعرف إلا بالسماع والرجوع إلى كتب اللغة. من الأوزان الغالبة فعالة كما تجارة، فعلان كما غليان، فعال صراخ، فعيل رنين، فعل صبر، فعولة سيولة، فعل فرح، فعول جلوس. هذه أسماء. عندما نقول تجارة، كانت تجارة رابحة، كلمة تجارة دلت على فعل التبادل والكسب ولكن دون زمن، فهذا هو المصدر. غليان الماء دل على فعل الغليان ولكن دون زمن. صراخ الطفل عال، لم أقل صرخ الطفل بشكل عال أو يصرخ أو يصرخ، بل هنا دل على فعل الصراخ ولكن دون زمن. بعد ذلك مصدر الفعل غير الثلاثي وهو الرباعي، كما إفعال إقبال، إفالة إقامة، تفعيل تغيير، تفعل تربية، تهنئة فعال، نداء مفاعلة، مشاركة فعلان، زلزال فعلل هندسة. وأيضا الفعل الخماسي كما في افتعال اعتماد، انفعال انعقاد، تفاعل تشارك، تفعل تداعي أو تداع بحسب ما الجملة، و افعلال احمرار. ننتقل بعدها إلى الترتيب، وهو أن نستخرج من قصيدة المساء لخليل مطران مصدرا لكل من الثلاثي، الرباعي، الخماسي، السداسي، ونبين وزن كل منهم. الثلاثي شفاء، ظلم، نضوب، طيب، بعد، رباعي تصويب، خماسي تنهد. انظر هنا إلى الشدة، الشدة حرفين، تحكم أيضا هنا في شدة، اضطراب، السداسي استشفاء. وهات مصادر الأفعال الآتية: ألم إلماما، استبد استبدادا، أبقى إبقاء، يخشى خشية، لطف
تلطيفا أقام إقامة آنس إيناسا تضاعف تضاعف. هذا هو عرض سريع لما سنقوم بتناوله في حصة الأسبوع الثالث عشر. أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.